باش خاصني لان ما خاصش صحراوي مغربي يقيس الاعلام يقول سورتو على الغرب يقول صحراء مغربيه تي فوا خاصهم يقمعوا بهذه الاعتداءات. في مره خبطوني يعني رماوا لي واحد امبوتاي فيها ماده حارقه وتعرضت لاختناق داخل سيارتي هذا في العيون في لاس بالماس تعرضت ضريك عاد لشهر. انا هنا بكازابلانكا عدلت هذه الندوه قصد الرد على البوليسارو لانهم هذه الايام كيبارطاجوا واحد لا فيديو يشمتوني فيه عبر الشعر. نبغي نقول البوليساريو كعيشه راح لي فورت انا قويه وله نزيد نتقوى مهما انتم عيبتوني يا البوليساريو انا له نتقوى ونواجهكم دائما يعني هذه الاستفزازات ديالكم لن تثنيني على مواصله الدفاع عن القضيه الوطنيه. إلا بقينا متبعين الدبلوماسية الموازية بهذه الطريقة ديال المجتمع المدني يعني طريقة الدفاع عن القضية الوطنية بالنسبة لمدينة العيون، أنا كنتكلم على مدينة العيون لأن الطريقة باش كيتم اقتناء الوفود اللي كتمثل تمثل المغرب خارج أرض الوطن كتكون عبر المحسوبية والزبونية، يعني خاص السيدة أو السيد اللي يمشي خاص يعود قريب بعض المسؤولين يعني اللي كيستغلوا القضية الوطنية مصالحهم الشخصية. علمت مؤخرا أن فرقة عالمية طلبت الرخصة من البوليساريو قصد إقامة حفلات بالقرقرات، هذه فقط استفزازات يعني يبغوا يستفزوا المغرب، لكن نبغي نقول لهم أن المغرب بلي فور كو البوليساريو وهذه استفزازات ماهي تخسر علينا والو وما نجا حاسين بها. مشينا حنا حضرنا ولا شفنا داك الشيء غير في الفيسبوك، والله حنا ما نعرفين شكون جابهم. مي سا ما في غير بهو ما عندوش هدف. شنو الهدف ديالو كاع؟ شنو يديرنا حنا غادة عبد الرازق باش تبتنا مغربي الصحراء تجي غادة عبد الرازق عندنا باش تقول الصحراء مغربي قاعده تقول باش يعطوها لهم البوبري اللي في العيون وخلق عندنا حي اسمه البوركو فيه كهلات يعني عزايز مسكينات ما عندهم والو ياكلوا ما عندهم كاع ما يفرشوا في الصحراء من زمان صبانيه ما عندهم والو ما عندهم ما دخلوا للشي. هاي الفلوس اللي عطاو لهذوك المغنيين والكوالي وداك الشيء معيشه البشر كامل ديال المده يعني هما يكونوا كاع مشاكل ديال التنميه كيف ما قلت بوي نو اوني كونتر. جيب لي غادة عبد الرازق باش تكون الصحراء المغربيه قاعده تجينا كاع معينا كاع فيه لا جايبينها لنا. ما حد عندنا واحد العائله بحال عائله حافظ الاسد في الصحراء. هل بو هل عم هل ولد الاخت هل نسيب هل بنت بحال هكا نبقاو دائما هالطرطوارات كيتبدلوا هالنافورات هالنخل. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.